بون السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بيان. مرحبا بكم في فيديو جديد. جوسبر اي واحد يكون يشوف في هذا الفيديو يكون بخير وبصحه جيده. هذا الفيديو غادي ندير لكم فيه التحليل تاع اغنيه جونيور حسن اللي جات بعنوان صدام واسامه. بون خاوتي، الكونسيبت تاع هذا الفيديو هو انا نحلل وانتم تحلوا معايا. دونك انا غادي نحل الاغنيه على حسب ما فهمتها، والحاجه اللي ما فهمتهاش ولا غلطت فيها اللي فهمها يفهمها لنا في لي كومونتير، وماذا بين المشاهد يقرا لي كومونتير ويشوف الفيديو تاعي. وهذه هي خاوتي، كملوا معنا هذا الفيديو جيسكا لا فان. في لا فان تاع الفيديو عطونا رايكم. نبداو الفيديو خاوتي، فرجه ممتعة. قبل ما ندخلوا في السيجي تاع الفيديو، الرابر بيكا حط الدرني تراك تاعه اللي جاب عنوان خايف. لا لا مليت خايف من نار نهارنا تنام، نامت مني من المولى سلاكنا منها. ليه انت عاد تراك تلقوه في الديسكريبشن في بريمي كومونتير، دخلوا ضربوا طلع عليه، مدوا له لا فورس ومدوا له رايكم واعطوه الايجابيات والانتقادات البناءه وتهلوا لنا فيه خاوتي. الرابر جينيور كما على بالكم كسب الحب تاع البيبليك من مختلف الدول العربيه في وقت قصير، وصراو له مشاكل بسبب التراكات تاعها اللي جابت شعبيه كبيره، وعلى حسب ما سمعت قال لك باللي حرق. وامام طون شفت في واحد لي بيبليكاسيون يقول لك واحد سلك وواحد باصه سيك جي جي ادخل الحبس وجينيور حرق. على حسب ما شفت في لي باج وفي لي ريزو سوسيو، على راني نقول لكم فيها هاد الهضره، اسمع دوك تفهم. يا رايس صب حر نشكي لك حرب اهليه في الوطن، بوليس البلاد حقار وحسن فلته في الزمن، اهلي وناس يبغوني نطير ودوله بغات نلبس لك فن، يا علي عبد الله الصالح الغدره نقول في اليمن. حسن بدا التراك تاعه يهدر على الشيء اللي صرا له، ويهدر على الظلم اللي تعرض له في الوطن تاعه. قال يا رايس البحار نشكي لك باسكو كيما قلت لكم هو حرق، دونك راه يهدر على الصوالح اللي وصلوه باش يحرق. كيما حنا في الجيري نقولوا يا البحري نشكي لك، يا البحري الديني معاك. هو قال يا رايس البحار نشكي لك، وبعدها هدر على الخير والشر اللي تعرض له في نفس الوقت. يعني من جهه هدر على المحبه تاع الناس اللي كسبها تاع اهلها وتاع ناسه، ومن جهه هدر على الشر معناها يا اللي كلاش الدوله راها ناويه تغادرها وتلبس لها الكفن. وبعدها استعمل الاسم تاع علي عبد الله صالح اللي كان رئيس اليمن السابق، استعملها كريفيرونس على الغدر والشي اللي راهم ناويينها له باسكو علي عبد الله صالح قتلوه. دونك باش يعبر على الغدر والنهايه اللي راهم ناويينها له، استعمل علي عبد الله صالح واليمن كريفيرونس، استادير غدرو كانك في اليمن. انا تصفر من الشيم حراسه في اللوطرود، مو لازم اول وسكيم حسبنا ناقص مربوط، حومنا صفر جنة تموت فقر على قيد الحياه. بون خاوتي، حسن في البدايه تاع التراك لو كارو ماركيتو قال لك بوليس البلاد حقار وحسن فلته في الزمن، معناها حسن فلت هرب من هذيك الحقره، معناها شبه بلاده بالحبس وشبه هذيك الحقره بالحقره اللي كاينه في الحبس. والملازم السمين اللي في الصح هو الغارديان تاع الحبس اللي يحسب المحابس، وفي التراك يقصد به الحكومه، جا حسب بالمساجين وصاب مربوط ناقص، معناها صاب مسجون ناقص. هذا المسجون اللي ناقص هو حسن، فيكي هو حرق وهرب بلهم، راكم فاهمين خاوتي. وبعدها مونسيون الظلم والاطفال الصغار اللي راهم يموتوا، وهنا كان يقصد مصطفى، هذا الطفل اللي نورمالمون قتلوه. اللي يعرف الحكايه تاعها كامله قولها لنا في لي كومونتير. قال عصافر جنة تموت، كما احنا نقولوا صغار في عمر الزهور راهم يموتوا، عندها نفس المعنى خاوتي. لا تقطع له عاده ديما تلقى عنده جديد، يعمل بيكو جمع الدوله في صفقه لريال مدريد. المرشد لا تقطع له عاده معناها اللي يكون يخدم انديكاتير مع الدوله ولا يكون يخدم زفاف، هاد العاده ما غاديش تتبدل فيه، وكي تجي فرصه غادي يبيعك للدوله وغادي يدير بك صفقه. المرشد معناها الانديكاتير كما نقولوا احنا في لاجير ولا الزفاف. وقال لك دائما تلقى عندها جديد، معناها دائما عندها الناس اللي يزفهم، ودائما عندها الاخبار اللي يوصلهم للدوله. قد يقمعوا منعوا فني حشوا مع اصحابي مع عمي علي تسيري والجمجمه والناس حبتني نغني. هذه المعنى تاعها في البلاد تاعي، قمعوا الحريه تاع التعبير تاعي ومنعوا الفن تاعي، ما بغاونيش نغني. وبعدها موسيون الناس اللي كانت معاه في الديبار وشجعتها باش يغني وشجعتها باش يكمل في الفن تاعه، واللي هما على حسب ما قال في الاغنيه علي تزيري والجمجام. فكر في حشيش الغصره عصابه وقفت في محوني، سواقر دارت في الحسره ما نسيتش العمل الدوني. هنا راه يهضر على الناس اللي وقفت معاه والناس اللي دارت عليه ولا غدراته. والمعنى من هاد السطر ومن اللقطه اللي وراها في الكليب اللي فيها ثلاث علامات، هي انه في وقت صح هاد الثلاث علامات ولا الناس تاع هاد الثلاث علامات كاع متحدين وكاع مترافدين، وشبههم بالعصابه ما يمشي في المعنى السلبي. عصابه هنا يقصد بها الاتحاد كي يكونوا الافراد بيان سودي، ما يقصدش حاجه سلبيه كي قال كلمه عصابه، وانما يقصد بها الاتحاد والوقفه تاع الناس من مختلف الدول في ظهره. يجي اللي يحشي فيه فلوس ما ربت بالغالب، ناس بكري ناس مالها تزيد تغدر بشتوره وزلالة. هنا راه يهضر على لا ديفيرونس بين الجيل اللي راه فيه والجيل تاع بكري، معناها الجيل تاع اللي راه فيه الجيل تاع دروك جيل طالع بفلوس تاع ماما من التربيه غالطه، اما الجيل تاع بكري جيل مالادي يغدر بشطوره وزلالت. شطوره وزلالت ما فهمتهاش خوتي، اللي فهمها يفهمها لنا في لي كومونتير، ولا كاين كاش تونسي فهمها لنا في لي كومونتير. في خدام النهار في بلادي ما عادش خالط، ربي في العشرين دينار سبحانه ينزل البركه تعبي له خف على الدار. هذه على حسب ما فهمتها يقصد ان الانسان اللي يتعب ويخدم في بلاده معناها يدير مجهود ما راهش لاحق ما راهش واصل كيما نقولوا احنا اون الجيري، ويقصد بلي هذاك الخدام كي
يتعب على دراهمه ويجيبهم بالحلال، ما بتكون هذيك العصوم اللي دخلها صغيره ربي يدير له فيها البركه ويدخل القفل دارهم ويفرحهم. هذا هو المعنى تاعها على حسب ما فهمت ليكي. كوكا ولك راك غنيت حسب حما ولا مربيت استغفرت مشيت وجيت هنا راه يهدر على المواضيع اللي غنى فيهم في اغانيه، ويقصد بلي ما راش ناس اصحابه اللي راهم محبوسين وراه حاس بيهم وموسيونا، ودار ديديكاس لصاحبه حما اللي نورمالمون راه في الحبس، معناها ما راش ناسيه وراه حاس بيه. قصتين مرا كبيره شدت بخيت تضحكك على الرابيرات بو هنا ما على باليش كون الشخص اللي راه قاصده. المهم راه يهدر على مرا كبيره تضحكك على لي رابر، وبمعنى قالها خاطيني سواكم وخاطيني اللي فوق 60. هذه الترجمه تاع ام بي سي 2، الكلمه هذيك رديناها خاطيني. بو هنا ما على باليش اذا كان راه يقصد صح مرا كبيره ولا كشخص واحد اخر راي بي كيفيه ولا كش رابر راي بي كيفيه. اللي عنده فكره على شكون راه يقصد يقولها لنا في لي كومونتير. ترند والفيات حسلول طدون صحوم ومتربع فقلوب العباد كيف هذه المعنى تاعها. انا تربيت في الشارع وثمك اللي تكونت وقريت وفهمت الدنيا، وما يهموني لا لي فيو لا طوندونس تاع لي ريزو سوسيو، فيكو عندي قاعده جماهيريه برا وانا طوندونس برا ماشي في لي ريزو سوسيو، معناها الناس برا يعرفوني وساكن في قلوب الناس. كما قال تراب كينغ خطره عندي القاعده الجماهيريه تاع الشارع ماشي تاع الانترنت. هذا هو المعنى تاعها ليك. من حب القصرين وشطر عروقي تزيريه طوت وصي وتعاود سمع اهلي و هنا موسيونا المدينة تاعها اللي هي القصرين، وقال لك الحب تاعي ليها كما الحب تاع امه، وزاد عبر على الحب تاعه للجزائريين والبيبليك الجزائري، ويقصد باللي هذا الفن اللي راه يقدم فيه على جال الناس اللي تبغيه وعلى جال اهله وماله، صادير هادو هما اللي راهم خلينا يدير هذا الفن، واهلي ومالي يقصد بها كاع الناس اللي تبغيه اون جينيرال. وليدي كبش في بحثك نعرف قضيتك حرية توفيقي من عند الله ربي ورضاية والدي. هذه على حسب ما فهمتها يقصد انه هو رابر صاحب قضية وعنده قضية يدافع عليها اللي هي الحرية، ويقصد انه مادام يهدر الحق وربي راضي عليه واهله ووالده راضيين عليه ما يهمش العواقب وراه مكمل فيها. اخرنا فيه العالم حلف الناتو والقوات ان وعد الله حق خوا خوا للممات. هذه المعنى تاعها لو كان قاع العالم يجي كونترنا وحلف الناتو والقوات يجو كونترنا ما يهموناش ويخروا لنا فيه، معناها يدزوا معاهم ونبقوا خوا خوا حتى الممات. كيان جبلنا هرب امة واحدة عربية ما نحبش فيسا القطر وما جريتش على السعودية. هنا كلاش الكيان الصهيوني الجبان، وبالمناسبة ربي يكون مع خاوتنا في فلسطين وربي ينصرهم ان شاء الله، وربي يذل هذوك الجبانة ان شاء الله، اضعف الايمان هو الدعاء، ثم ادعو لهم خوتنا باش ربي ينصرهم ان شاء الله. بون، ويقصد ثاني بلي الامة العربية هي امة واحدة، علاه مونسيون قطر والسعودية هذه ما على باليش بها خوتي، اسكو حاجة عندها علاقة بالسياسة ولا بالتطبيع؟ اللي عندها كاش معلومة يقولها لنا في لي كومونتير. كيما وسعما وصدام كي كتائب القسام تخشينا الكرة الارضية. وفي الاخر شبه روحها بكتائب القسام اللي تحارب الكيان الصهيوني، وسام شهيد واحد من القادة تاع كتائب القسام ربي يرحمه، وصدام اذا مانيش غلط يقصد صدام حسين. دونك عطى دو ريفيرونس وشبه روحه بهم اللي يتمثلوا في الهيبة، على بها قال لك تخشانا الكرة الارضية استدير عنا هيبة. بون خاوتي كان هذا هو التحليل تاع التراك، جيسبر يكون عجبكم، اعطونا رايكم في لي كومونتير، واذا عجبك التراك متنساش دير جام ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد على الراب الجزائري والراب اون جينيرال، ومرحبا بكم في الانستا اللي انت عارف ديسكريبسيون، متنساوش تروحوا عند خونا بيكا وتهلوا لنا في خاوتي. ابارسام بقى لي غير نقول لكم كان معاكم بروف راب، نتلاقوا في الفيديو الجاي. بيس اند لوف خاوتي.